الآن التاسعة عشرة من الحدث. التاسعة عشرة بدأت مشاهدينا وفي عناوينها: ما بين قصف يتجدد ونزوح يتواصل، حماس تنتقد تراجع بايدن وانقلاب نتنياهو. بلينكين يوضح موقف واشنطن، لا تدعم عملية في رفح ولا تضع خطوط حمراء على تسليح إسرائيل. واليوم التالي جدلية تفجر حكومة حرب إسرائيل وتقرير يكشف نية احتلال القطاع لعام. شهر العسل ينتهي، العراق لا يحتاج ينامي. ولبنان يدق ناقوس الخطر حيال تفشي الأمراض في مخيمات النزوح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. فيما تتواصل العمليات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وفي جنوبه، تستمر معها موجات النزوح. عدت حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي رهن بها وقف إطلاق النار في غزة بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بالقطاع، عدتها تراجعا على نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات. واتهمت حماس في بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالمسارعة إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه فتح معبر إريز الغربي في شمال غزة بالتنسيق مع الولايات المتحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. كتائب القسام أعلنت أنها قصفت جنودا ومدرعات إسرائيلية داخل الجانب الفلسطيني من معبر رفح بقذائف الهاون. وهذا هو أول استهداف تعلنه كتائب القسام لقوات إسرائيلية في معبر رفح منذ استيلاء الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر. رفض أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي تحديد ماهية الخط الأحمر لواشنطن مع إسرائيل، وذلك رغم كلام جو بايدن الرئيس الأمريكي عن حجب مساعدات عسكرية معينة إذا شن الهجوم على رفح. بلينكين وفي مقابلة مع شبكة NBC تحدث عما وصفه بالقلق العميق من جانب الولايات المتحدة حول إمكانية القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح نظرا إلى الأضرار التي ستلحقها بالمدنيين. وقال بلينكين إن بايدن كان واضحا باستحالة دعم عملية عسكرية كبيرة مثل رفح في غياب خطة ذات مصداقية لإبعاد المدنيين عن طريق الأذى. وفي مقابلة أخرى مع NBC News اعتبر بلينكين أنه إذا حققت إسرائيل نجاحا مبدئيا في رفح فلن يكون مستداما، كاشفا أن أمريكا تعتزم تطوير خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن هجوما واسعا على مدينة رفح الجنوبية قطاع غزة لا يمكن أن يحصل، وأكد أن هجوما كهذا يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. وقال تورك أنه من غير الممكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في رفح المكتظة جدا مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني أو التدابير الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. نزلوا عن برحمن شرط وحكوا لنا انه نتوجه لغرب غزه. هي ثالث مره نرحل من منطقه لمنطقه، مش عارف احنا ايش بدهم منا. لوين توصل الامور فينا مش عارفين. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الفشل في تطوير وإعلان ما يسمى بخطة اليوم التالي في غزة، ومن سيحكم القطاع في مرحلة ما بعد الحرب بحسب القناة 13 الإسرائيلية. هليفي قال لنتنياهو خلال جلسة مشاورات أمنية نهاية الأسبوع إن الجيش يعمل الآن في جباليا مرة أخرى، وإنه طالما لا يوجد تحرك دبلوماسي للتوصل لهيئة حكم في القطاع غير حركة حماس فإنه سيتعين على الجيش العمل مرارا وتكرارا في أماكن أخرى لتفكيك البنية التحتية للحركة. كما حذر أعضاء في الحكومة في حكومة نتنياهو من أن سلوك حكومته وعدم قدرته على اتخاذ قرار في الأسابيع القليلة الماضية أدى إلى المخاطرة بأرواح الجنود الإسرائيليين. كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو تشاجر أخيرا مع رئيس الشباك رونين بار حول مسألة التخطيط الاستراتيجي بعد أن أخبره الأخير أنه التقى بوزير الدفاع يوف جالانت لإجراء محادثات أخذت في الاعتبار جميع الجبهات والاعتبارات، وهو ما أغضب نتنياهو. كما ذكر تقرير القناة أن نتنياهو أشار بعد ذلك إلى أن كل من الشباك والموساد تابعان له وليس لجالانت، ليرد الأخير على رئيس الوزراء متسائلا إذا لم يكن إجراء محادثات استراتيجية من مسؤولياته مع الشباك والموساد فمن الذي يجري مثل تلك المحادثات؟ يوم غزة التالي تحول للغز يعكر صفو نتنياهو. لنتعرف مع زميلنا محمد فراونة عن تفاصيل خطة إسرائيلية مطروحة للنقاش حاليا. أهلا بك محمد معنا وإليك. أهلا ماري، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا، بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة ومع استمرار توغلها في رفح وإخلاء النازحين قصرا من أكبر مدن الجنوب اكتظاظا في الحرب، يثار ويتجدد داخل الأروقة الإسرائيلية الحديث عن اليوم التالي للحرب مع فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها في القطاع المحاصر. الخطة المطروحة للنقاش حاليا تقضي بالسيطرة على الشؤون المدنية لقطاع غزة لفترة تمتد بين 6 أشهر إلى عام واحد، وتقوم على أساس نقل ملف إدارة الشؤون المدنية لقطاع غزة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وإلى هيئة الإدارة المدنية الإسرائيلية غسان عليان. وتتضمن الخطة التي وصفت بالمثيرة للجدل وكشفتها هيئة البث الإسرائيلية تولي الكيانين المشار إليهما سابقا المسؤوليات المدنية الخاصة بالقطاع، أي على غرار الوضع في الضفة الغربية، فيما سيكون تقديم الخدمات العامة للمدنيين عبر شركات عربية خاصة وفق هيئة البث. وفي نهاية فترة سريان الخطة سوف تنتقل اختصاصات هيئة الإدارة المدنية ومكتب المنسق إلى ما وصفتها القناة بجهات محلية غير معادية لإسرائيل. وتعقد شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية اجتماعات مع جهات عدة منها فلسطينية من أجل بلورة هذه الخطة. هذه كل تفاصيل الخطة ماريا. شكرا لك محمد، وبالتأكيد سنفتح النقاش مع ضيوفنا في هذا الخصوص. We'll be right back.
النقاش مشاهدينا مع ضيوفي. نبدأ من واشنطن. ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام برابندي، من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، ومن الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ مع ضيفي من واشنطن سيد بسام، وعن التصريحات الأخيرة لبلينكن، هل يمكن القول بأنها تراجع في المواقف حول ما تحدث به الرئيس بايدن عن محدودية الأسلحة لإسرائيل، وهذا التوضيح من قبل بلينكن هل يأتي في إطار امتصاص الغضب فقط حين أدلى بايدن بهذه الأسئلة، أم هناك فعليا جدال حول هذا الموضوع في الإدارة الأمريكية؟ شكرا للاستضافة وتحياتي لضيوفك الكرام. بداية، كان هناك ردة فعل عنيفة جدا على قرار بايدن بوقف شحنة واحدة، ليست أسلحة، عبارة عن شحنة واحدة من الأسلحة ستنطلق بعد أسبوعين. كان هناك ردة فعل عنيفة جدا من الإسرائيليين، من الأمريكان الداعمين لموقف إسرائيل، من الديمقراطيين الجمهوريين، ولم يكن هناك أي موقف داعم لبايدن من أي طرف آخر. أعتقد هذا الذي أدى إلى أن بايدن بدأ إدارة بايدن اليوم وأمس على كل وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلام الأمريكية بدأوا يوضحون ما هم يريدون قوله. كما ذكر التقرير بأن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك ضحايا فلسطينيين أكثر في رفح باستخدام هذه الأسلحة، لا يريدون أن يكون هناك فراغ حكومي في رفح أو في غزة ككل. هم كما ذكر تقريركم مرة أخرى، الموضوع الرئيسي الذي طالبه الأمريكان الإسرائيليون تقديمه هو خطة عمل لليوم التالي. الأمريكيون كما ذكرت عديد من التقارير الإعلامية أنهم عرضوا على الإسرائيليين تقديم معلومات إضافية استخباراتية إضافية تحدد فيه قيادات، تحدد فيه أماكن تواجد قيادات حماس لا سيما السنوار، والذين يعتقدون أنه في خان يونس وليس في رفح، وبالتالي لا حاجة للقيام بعملية عسكرية في رفح. الواضح أن الإدارة الأمريكية لا تريد، ليست ضد إسرائيل بأي عملية عسكرية، هي ضد إسرائيل بوجود ضحايا كثير مدنيين، ضحايا مدنيين كثيرين ينعكس عليها سلبا بالداخل الأمريكي، سواء بالمجتمع العربي الإسلامي أو الجامعات أو وسائل الإعلام أو الانتخابات بشكل عام. هي تحاول أن تقيم هذا التوازن، وهذا ما يصرح به بلينكن وجاك سيليفان توداي بأنه اليوم أنهم ليسوا ضد أي عمل عسكري تقوم به إسرائيل، ولكن على إسرائيل أن تكون أكثر ذكاء، منطقية، عقلانية بطريقة تنفيذ هذه العمليات. والولايات المتحدة ستدعمها بالاستخبارات وبالسلاح، ولكن يجب أن يكون هناك الهدف واضح. نعم. والصحف الإسرائيلية كلها تنقل كما ذكر تقريركم مرة أخرى التناقضات الكبيرة ما بين الجيش والإدارة الإسرائيلية بنتنياهو تحديدا حول ملف اليوم الثاني في غزة. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن نبقى دائما في نقطة المواقف الأمريكية وكيف تفسر إسرائيليا، مع ضيفي من الناصرة سيد نظير. كيف تفسر هذه المواقف الأمريكية إسرائيليا؟ كان هناك تهديد من قبل نتنياهو وتصريحات يعني بصريح العبارة سندخل ولو بأظافرنا، جاء هذا رد على الموقف الأمريكي. هل هذا الموقف الأمريكي جاء ربما لرفع الحرج الدولي فيما يخص المساندة لإسرائيل، وفي الخفاء هناك ربما خطوط حمراء فعليا؟ مرحبا بك يا عزيزتي ماريا وبضيفيك الكريمين والمشاهدين والمشاهدات. في إسرائيل يفسرون ذلك على أنه عجز أمريكي قام بخطوة جدية ولها أساس متين في الدولة العميقة في الولايات المتحدة. هناك غضب من إسرائيل، هناك استغراب كيف تدير إسرائيل شؤونها، ولكن عندما تفوه بذلك بايدن وحاول أن يهز الرسم لإسرائيل قامت زعبرة كبيرة في إسرائيل ولدى الأوساط اليهودية في الولايات المتحدة، واليمين الأمريكي الذي اتهم بايدن بالخيانة ارتدع بايدن، خاف من هذا الجو. وفي إسرائيل يفهمون الآن أن هذا التراجع مهم لهم ويعطيهم المجال للاستمرار في عملية الاجتياح، علما بأن عملية الاجتياح يعني هي ليست الخطر الأكبر على رفح بقدر ما هو التدمير الذي يتم من الجو ويتم بالمدافع والغارات التي دمرت نصف رفح، هي أخطر على رفح من اجتياح. ولكن في إسرائيل يشعرون بأن هذا الاجتياح بدأ ينهش في القوات الإسرائيلية،
ولهذا يحاولون أن يفهموا ما هو الدور الأمريكي. اليوم خرج السفير الأمريكي في إسرائيل بتصريحات خاصة للوسائل الإعلام العبرية يتحدث فيها عن أن كل ما نريده هو مصلحة إسرائيل، كل ما نريده هو أن لا يقتل إسرائيليون وأن لا يقتل مدنيون فلسطينيون. هذه الحرب انتهت عمليا ولم يعد منها أي جدوى، وكل ما نفعله هو لمساعدة إسرائيل وليس ضدها. طيب أعود إلى ضيفي من رام الله، أرحب بك مجددا سيد أنور. يعني عندما نرقب هذه التحركات الإسرائيلية فيما يتعلق بعملية رفح، كان هناك حديث عن توسيعها ثم انتقلت المعارك للمربع الأول، كيف يمكن تفسير هذه التحركات بالتزامن مع ذلك فتح معبر مساعدات من قبل الجانب الإسرائيلي؟ يعني ما الذي تحاول إسرائيل القيام به؟ مساء الخير أستاذة ماريا ولضيوفك الكرام ولمشاهدي ومتابعي قناتك. أنا أعتقد أن نتنياهو وحكومته ومجلس حربه مستمر في الخطة التي وضعوها منذ بداية الحرب، والتي مفادها هي إعادة احتلال كامل لقطاع غزة بشكل كامل. وإذا ما تتبعنا منذ بداية الحرب وحتى الآن، ونتنياهو يعتمد على فرض حقائق جديدة على الأرض ومن ثم تحويل هذه الحقائق إلى أوراق قوة لديه يستخدمها في إدارة التفاوض، سواء مع إدارة العلاقة مع الإدارة الأمريكية أو مع الوضع الداخلي في إسرائيل، هذه مسألة. المسألة الأخرى أن هذا الارتداد أو التغير في نهج الجيش على الأرض، ونتحدث هنا حول الواقع الميداني من حديث حول اجتياح كامل لمدينة رفح ومن ثم الذهاب باتجاه الشمال، و يعني الآن العمليات مستمرة في كل قطاع غزة ولكن هناك تركيز على الشمال وعلى حي الزيتون الذي يدخل للمرة الثالثة الجيش الإسرائيلي. مسألة معبر رفح بالعودة لموقف نتنياهو مدينة رفح واجتياح المدينة والسيطرة على معبر رفح، هذا يعني يجعل من قطاع غزة الآن تحت سيطرة كاملة إسرائيلية، ولا يوجد أي منفذ الآن إلا من خلال سماح أو عدم سماح إسرائيل له، وهذه أوراق جديدة يكتسبها نتنياهو ويفرضها على الأرض. الآن مدينة رفح واجتياح مدينة رفح مسألة كانت خاضعة لإشكالية بين الولايات المتحدة، بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو. وبالرغم من ذلك، إذا ما دققنا في الأمر سنجد أن هناك تراجع في مواقف الإدارة أو تضارب أو إرباك في مواقف الإدارة الأمريكية من هذه المسألة، وبالنهاية فرض نتنياهو ما يريد على الأرض. نعم، هذه التضارب عندما كان يتحدث عن هذا التضارب في التصريحات ربما أيضا ترجم اليوم في تصريحات بلينكن لوسائل إعلام عدة، يعني وجه فيها انتقادات ربما وصفت بالأشرس أو الأعنف للجانب الإسرائيلي فيما يخص العملية في رفح وأيضا عن حماية المدنيين وما إلى ذلك. ما الهدف منها سيد بسام برأيك؟ يعني كيف ينظر إليها من حيث التوقيت؟ هي مشكلة هذه الإدارة أنها لم وصلت إلى مكان لا تستطيع أن ترضي به أحد. بأي موقف يتخذونه لدعم إسرائيل سيعارض من جانب من الشعب المشرعين الأمريكيين، وأي موقف داعم أكثر لإسرائيل سيواجه بحراك شعبي بمواقف أخرى من المشرعين الأمريكيين ضد هذا الأمر. أعتقد أنهم الآن الموضوع بات شخصيا، يعني بات مصداقية الإدارة نفسها هي على المحك وليس موقفهم من فلسطين أو من إسرائيل. أعطاء إسرائيل المزيد من الأسلحة لن يحل هذه المشكلة. بلينكين كان هو اليوم واضح جدا أن الحرب ليس الموضوع اليوم في رفح أو في غزة، هي موضوع عسكري أصبح اليوم هو موضوع سياسي. إسرائيل بناء معني هو يقول بما معناه أنها انتصرت، ولكن هذا الانتصار لا قيمة له بدون وجود شيء سياسي، لأن الإسرائيلي سيستمر في حلقة مفرغة
من قتال من حي إلى حي، ثم تأتي حماس وتسيطر على الحي الأول وتدور هذه. فهو من جهة ويقول الإسرائيليين نحن معكم، ولكن ما تقومون به هو مضيع للوقت والجهد ولن يصل إلى أي نتيجة. من نفس الوقت هو يقول المعسكر الثاني الأمريكي بأننا لا نريد ضحايا، لا نريد استهداف المدنيين، لا نريد تدمير، لا نريد تدمير البنى التحتية، يجب أن يكون هناك مساعدات إنسانية أكثر إلى آخره. فهو بالتالي يحاول أن يكون في المنتصف، إعطاء كل شيء ممكن للطرفين، ولكنه الواقع هذه الثلاثة أيام الماضية بأن كل ما تقدمه الإدارة مرفوض من الطرفين، يعتبرون الإدارة ضعيفة غير جدية، ليست شريك، ليست على قدر المسؤولية إذا سمينا بهذا الأمر. يجب أن يكون لديها نضج أكثر. الإسرائيليين، السفير الإسرائيلي في واشنطن من يومين كان في هناك ندوة، هو قال بأن الأمريكيون دائما يتحدثون عن يوم التالي لغزة ومن سيحكم غزة. أرجو أن تبقى معي سيد بسام. لكن الكلمة الأخيرة التي قالها بأنه لماذا لا الأمريكيون يقدمون خطة عمل؟ لماذا يطالبون يربط كرة بالملعب الأمريكي؟ هذا ما تقوم به الإدارة اليوم. وكان هناك أيضا تصريحات من قبل بلينكن في هذا الخصوص بشأن رؤية أمريكية في حكم القطاع ما بعد الحرب. سيد نظير، حركة حماس يعني انتقدت المواقف الأمريكية وتحديدا موقف بايدن فيما يخص إعادة الرهائن، وقالت بأنه إفشال للمفاوضات، في نفس الوقت تعود وتقصف بصواريخ الجانب الإسرائيلي. ما الرسالة هنا؟ هل مفادها بأن حماس لا تزال موجودة ومسيطرة في الشمال أو في الوسط أو في أي منطقة أخرى، أم يعني تمسك أيضا بزمام المفاوضات؟ كيف يفسر هذا الموقف تحديدا؟ نعم، بالطبع حماس تحاول أن تظهر أنها موجودة وحاضرة، وهي فعلا موجودة وحاضرة. هي توجه ضربات جدية لإسرائيل، كان ذلك في قصف معبر أبو سالم أو في حي الزيتون أو في العمليات الأخرى التي تتم يوميا، وتفاجئ أنها ما زالت بهذه القوة. وهذا طبعا يثير غضب ويغيظ الإسرائيليين، فيردون بشكل أقسى، ويعني يتم بشكل متبادل. أن نية حماس أن تظهر أنها قوية مقابل الاحتلال الإسرائيلي الأقوى، يعني هي محاولة متواضعة لاستعراض العضلات، ولكن وجودها يؤكد أن الأهداف التي وضعتها إسرائيل لهذه الحرب هي غير واقعية، وهذا يقوله اليوم الإسرائيليون والأمريكيون وكل العالم. ما لا يوجد حل عسكري لهذه القضية، انتهت هذه المسألة مهما فعلوا. واليوم أقتبس مرة أخرى السفير الأمريكي في إسرائيل جو لو، الذي قال هل تريدون يعني تحسبون أنكم تستطيعون أن تقتلوا كل مقاتل من حماس؟ هذا مستحيل، نحن جربنا ذلك في أفغانستان والعراق. وبالتالي ربما سيد نظير هو ما دفعها من تغيير رؤيتها، من تغيير الرؤية الإسرائيلية للحكم، حكم القطاع ما بعد الحرب. في البداية كانت تتحدث عن يعني تربط ذلك أو ترهنه بالقضاء كليا على حماس، والآن ربما قد تقبل برؤية يعني يمكن أن تستثني هذه النقطة منها. مفروض العاقلون في إسرائيل يفكرون بهذه الطريقة. حتى في قيادة الجيش بدأوا ينزلون السقف الأهداف التي وضعوها للحرب، لكن نتنياهو ما زال مصرا على الحديث عن انتصار ساحق، ويقول أن من يطالبه الآن بأن يبحث عن بديل لحماس في غزة في هذه المرحلة لا يدرك ماذا يجري على الأرض. هو يقول أن هنالك محاولات جدية لخلق بدائل، ولكن حماس تجهضها لأنها ما زالت قوية، فأنا أريد أن أقضي عليها. متى تستطيع أن تقضي عليها؟ يحتاج إلى سنة، سنتين، ثلاث، وهو بهذه الحالة يستمر في الحكم. ولكن اللعبة ما بتشوفها، يعني الناس في إسرائيل والجيش أيضا يكشف هذا الأمر، والشارع يكشف هذا الأمر، وعائلات الأسرى التي تتظاهر يوميا تقول طالما نتنياهو في الحكم لن تكون صفقة ولن تتوقف الحرب، ولذلك يجب إسقاط نتنياهو. يعني أوراق نتنياهو بدأت تتكشف للجميع. الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بأنها تستطيع أن تقنع نتنياهو عن طريق الاحتضان والضغط الناعم والمسايرة، وهذا وهو في نفس الوقت يماطل ويكسب الوقت ربما ليعول على إدارة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية. أعود إلى ضيفي سيد أنور، يعني عندما يتم الحديث عن رؤية
أمريكية فيما يخص بحكم القطاع ما بعد الحرب. ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها واشنطن عن هذا، وكان حتى حديث مع السلطة الفلسطينية في ضمن ربما إطار تقبل بها السلطة ويقبل به المجتمع الدولي والعربي هي حل الدولتين وحدود 67. ولكن الرؤية التي تتحدث عنها واشنطن اليوم، كيف تنظر إليها السلطة؟ الرؤية التي تحدثت أو ترغب بها السلطة وتحدث بها القيادة الفلسطينية أكثر من مرة هي واضحة المعالم. أولا، يجب أن أي خطة يتم عرضها أول بند فيها والأولوية القصوى فيها ستكون هي لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم. المسألة الثانية، تعزيز المساعدات لأهالي قطاع غزة بكميات أكبر طبعا بما يلبي الحاجة الإنسانية. المسألة الثالثة لها علاقة بمسار سياسي واضح متين قوي يفضي إلى حل الدولتين. الآن الحديث عن عودة على سبيل المثال تمكين السلطة الوطنية في قطاع غزة، هذه مسألة يرفضها نتنياهو وحتى الآن ما زالت ترفضها حماس أيضا. وأنا أود هنا أن أشير إلى المبادرة السداسية التي عرضت على السيد بلينكن وهي تأتي في هذا السياق، ورفضها ولم يبدي أي تجاوب معها. ما لفت، أنا أود أن أشير إلى مسألة، هو أن ما لفت نظري اليوم في تصريحات بلينكن هو أنه قال أن عملية رفح ستقود إلى الفوضى ولن تقضي على حماس. وربما هذا التصريح يأتي في سياق فهم الإدارة الأمريكية لماذا يخطط نتنياهو. نتنياهو يبحث عن الفوضى في قطاع غزة، هو لا يريد أي دور للسلطة، هو لا وإنما يريد حماس ضعيفة نعم، وهو يريد حالة الفوضى التي تتيح له بقاء أطول فترة ممكنة بعد انتهاء الحرب. ربما هذه المبادرة أو المقترح الذي يتم الحديث عنه وسيتم نقاشه في المجلس الأمني المصغر الكابينت والذي يتحدث عن إدارة مدنية لمدة 6 أشهر إلى سنة تحت رعاية الإدارة المدنية الإسرائيلية، هذا يعبر عن خطط نتنياهو ورؤيته التي يسعى لفرضها على أرض الواقع. الإدارة الأمريكية تحاول كبح جماح نتنياهو، ولكن كما أشرت للأسف الواقع على الأرض يقول أن نتنياهو يثبت ورؤيته هو، وأن كل الضغوطات التي تمارسها الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي حتى الداخل الإسرائيلي والتباينات التي توجد داخل الحكومة الإسرائيلية لم تمنع نتنياهو حتى الآن من أن يغير من أختم مع سيد بسام في ثواني معدودة. أن مساحة المناورة التي اعتمد عليها نتنياهو طوال الفترة الماضية واللعب على الحبال واللعب على التناقضات، أعتقد أنها باتت تضيق، وبات على نتنياهو أن يعطي إجابة واضحة حول كثير من القضايا وأن يحسم كثير من القضايا التي أهمها الخلافات حولها داخل مجلس الحرب وداخل حكومته وداخل الجيش الإسرائيلي. سيد بسام، لو سمحت لي بدقيقة، هل طرأت طروحات جديدة عن الرؤية الأمريكية فيما يخص حكم القطاع ما بعد الحرب؟ شوفي، الأمريكيون دائما لديهم أفكار جاهزة للتطبيق، ولكن ليس بالضرورة تكون هي الفاعلة، هي الشيء المفيد للاستمرار المنطقة. لديهم قدرة مالية، لديهم قدرة عسكرية سياسية لفرض أو لتسويق ما يعتقدون أنه مفيد بالتشاور مع دول عربية ومع إسرائيل، ولكن دول عربية مع إسرائيل مع الولايات المتحدة لا يوجد كثير من النقاط التوافق لموضوع غزة وموضوع فلسطين ككل. الإدارة الأمريكية حتى اليوم هي ليست في ورد الاعتراف بدولة فلسطينية مثلا، ولكن دول عربية أريد ما أقول بطريقة مختلفة، أن الإدارة الأمريكية بنظرتها إلى غزة وفلسطين هي تنظر إلى بعد أكبر، إلى بعد التطبيع العربي الإسرائيلي من طريق غزة، إيجاد حل غزة يسهل هذا الأمر. فبالتالي هي ما تريد دائما عينها على الجانب التاريخي أو ما يقومون به هو التطبيع العربي الإسرائيلي. فبالتالي ما هم يقولون نحن نريد إيقاف إطلاق النار، المساعدات، إدارة غزة، ولكن الهدف الحقيقي تمهيد الطريق، وهذا الذي لا يستطيعون الوصول إليه لتناقضات كل الأطراف فيما بعضها وعدم قدرتهم على إيجاد
فعلا آليات حل متكاملة لموضوع غزة، لموضوع الدولة الفلسطينية، ولموضوع العلاقات الإقليمية في المنطقة. أشكرك من واشنطن الدبلوماسي السابق والباحث في مركز أبحاث دراسات الدولية بواشنطن بسام باربندي. أشكر من رام الله ضيفي الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب، والشكر موصول أيضا إلى ضيفي من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. شكرا جزيلا لكم. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا العراق يشدد على أهمية التعاون مع سوريا في مكافحة الإرهاب والمخدرات. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. مشاهدينا مجددا، أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري محمد خالد الرحمون، أعلن عن توقيع بغداد ودمشق مذكرات تعاون في عدة مجالات من بينها مكافحة المخدرات وضبط الحدود. تمخض عن اجتماع توقيع مذكرة للتعاون الأمني المشترك بين البلدين، تضمنت عدد من المواد الخاصة بالتعاون بين البلدين، أبرزها هو التعاون في مجال مكافحة المخدرات وكذلك ضبط الحدود الدولية وتسليم المطلوبين ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال. جميع هذه المواد والأمور اللي تم التوقيع عليها ستدخل حيز التنفيذ إن شاء الله. عانينا من ظاهرة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية المسلحة بمختلف تسمياتها، وهناك ظاهرة إجرامية تولاها عصابات التجار بالمخدرات والتجار بالأشخاص، ووقعنا مذكرة تعاون أمني قبل قليل للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة التجار بالمخدرات والتجار بالأشخاص والأمن السيبراني والتعاون في التأهيل والتدريب لنصل إلى السلطات إنفاذ القانون أن تنفذ مهامها بكل دقة. طبعا لابد ما ننوه أن التعاون أثمر فيما سبق في مجال مكافحة المخدرات بتفكيك بعض الشبكات وضبط بعض كميات المخدرات.
إذن مشاهدينا، بعد أكثر من عقدين على إفادها للعراق، حانت لحظة رحيل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي. هذا ما خرجت به رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للأمم المتحدة، التي أوضح فيها أن العراق لم يعد بحاجة لدور يونامي السياسي بعد 20 عاما، مما وصفه التحول الديمقراطي في البلاد. السوداني طالب الأمم المتحدة بسحب بعثتها في موعد أقصاه 31 يناير من العام المقبل 2025، مرجعا ذلك لتواصل يونامي مع جهات غير رسمية في تقييم حالة العراق. انتقاد يونامي جاء على خلفية تقرير نشر في أبريل المنصرم تطرقت فيها لجملة من التهديدات التي لا تزال قائمة، ولاحظ هشاشة في مؤسسات الدولة وانتشار الجهات المسلحة الفاعلة ومخاوف من إمكانية ظهور داعش من جديد. نتحدث عن ما جاء في التقرير. كل ما سبق كان على الصعيد الرسمي، أما في الشارع العراقي فيرى مراقبون أن وجود بعثة يونامي غير قانوني وينتقص من حق البلاد السيادي، وذلك باعتبار أنها عام 2003 بعد غزو الأمريكي ودون طلب من العراق. كما أشار المراقبون أن البعثة كان يجب أن تنتهي مهامها فور خروج العراق من الوصاية الدولية تحت طائلة البند السابع. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد كشفت سابقا مقالة إنه فساد مستشر ببعثة يونامي، تمثل في مطالبة موظفين تابعين لهذه البعثة لرشاو وإتوات لإسناد عقود مشاريع إعادة الإعمار لعدد من رجال الأعمال وصلت في بعض الأحيان لخمسة 10% من قيمة هذه العقود. على المقلب الآخر، ينتاب البعض القلق بشأن حقوق أو القلق بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يصنف في كثير من الأحيان من بين الدول الأشد فسادا في العالم. كما أن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق محل شك وفق رأيهم جراء تكرار الصراعات ووجود ميليشيات موالية لإيران. وللحديث أكثر ينضم إلينا من أربيل الحقوق وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنابي. أهلا وسهلا بك دكتور مهند معنا في 19. لماذا انتقد السوداني اليوم هذه البعثة أو تحركات اليونامي؟ يعني سبقتها الكثير من المواقف من قبل أمميين وفدوا إلى العراق، من بينها أيضا بلاس خارت وما إلى ذلك. أم كان التقرير الذي صدر عن هذه البعثة هو القشة التي قسمت ظهر البعير؟ السلام عليكم استاذه ماريا، تحياتي لكم وللساده المشاهدين. حقيقه في يعني عرض تاريخي من الممكن استعراضه باختصار لتاكيد على طبيعه العلاقه ما بين العراق والامم المتحده. لا اتصور بان التقارير الاخيره او الاحاطه الاخيره لبلاس خارت هي السبب في هذا الاجراء، بل انفي هذا الامر بناء على ما تعاملت معه الحكومه العراقيه، وهو هدف إنهاء بعثة يونامي منذ العام الماضي، منذ عام 2023. في 18 أيار 2023 قدم نائب رئيس الوزراء العراقي وزير خارجية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طلب فيها تشكيل لجنة لمراجعة عمل يونامي، وفي ذات الوقت لتقييد عمل هذه البعثة. هذا ما كانت حكومة العراق ترغب به، وبناء على هذه الرسالة في أيار من العام الماضي صدر قرار مجلس الأمن 2682
الذي مدد عمل بعثة يونامي لمدة عام وشكل فريقا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية عين له مبعوثا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والتقاه رئيس الوزراء العراقي في نوفمبر من العام الماضي وأكد له ذات الموقف بأن العراق يعمل على يعني تقليص عمل بعثة يونامي في مهام محددة من قبل الحكومة العراقية، وبالتالي أتصور بأنه هذا العمل وهذا القرار عملت عليه الحكومة العراقية منذ أكثر من عام حتى صدرت الرسالة الأخيرة لرئيس الوزراء التي طلب فيها إنهاء البعثة بشكل كامل خلال هذا العام، وتحديدا في موعد إقصاه 31 كانون الأول من عام 2024. نعم، التقرير أيضا تحدث عن هشاشة في المؤسسات، عن الفساد، عن الميليشيات المسلحة. برأيك دكتور مهند، هل هذا التقرير كان مضخما نوعا ما لاتخاذه ذريعة للبقاء أولا، أم أن هذه التهديدات ليست بالشكل التي تستدعي بقاء اليونامي؟ نقطة مهمة أستاذة ماريا في هذا الصدد، يعني إنهاء عمل بعثة يونامي لا ينهي ولاية الأمم المتحدة في العراق، بمعنى أنه الحكومة وإن ذهبت في اتجاه إنهاء هذا الملف وإنهاء بعثة يونامي وعملها، فما تحدثت به بعثة يونامي وتقاريرها الحيادية تجاه الحالة العراقية في ملف إدارة الدولة، في ملف الديمقراطية، في حقوق الإنسان، في السلاح المنفلت، هذه تقارير أممية وتعتبر حيادية، وإن كانت هنالك ملاحظات على أداء بلاسكارت والتي هي حسب وجهة نظر أكاديمية أنها أساءت لبعثة يونامي أكثر مما قامت بدورها كمبعوثة أممية لمساعدة العراق. بالتالي هذه التقارير فيها ربما نسبة كبيرة من الحيادية في عرض الحالة في العراق أمميا، لكن في ذات الوقت هو لا ينهي ولاية الأمم المتحدة في العراق لأسباب مهمة. من بين هذه الأسباب أنه الحكومة هي تعمل على تقييد عمل الأمم المتحدة بأي شكل كان، يعني كانت بعثتها في العراق بمسألة سنعود إلى نقطة التغير المناخي والتنمية والاقتصاد. سنعود إلى نقطة تقييد المهمات، ولكن دكتور مهند هناك نقطة لافتة، يعني السوداني حينما تحدث عن يعني هذه البعثة قال بأنه تواصلت مع جهات غير رسمية لديها وجهات نظر تمثل نفسها بشأن تقييم حالة العراق. من برأيك هذه الجهات التي تواصلت معها البعثة، وماذا تستفيد من بقاء اليونامي في العراق؟ عمل البعثة في قرار مجلس الأمن 1500 والقرارات التمديدية التي صدرت منذ عام 2003 حتى الآن 2004 حتى الآن عفوا، هي توضح هيكل عمل البعثة الأممية، وأنا أعتقد بأنه ربما توجد حالة عدم فهم لعمل البعثة الأممية على المستوى الرسمي العراقي خلال الحكومات المتعاقبة. بالتالي مسألة التواصل مع الأطراف العراقية المختلفة وحتى الأطراف الإقليمية يعني قامت بها المبعوثة الحالية جيني بلاسكارت، بل ذهبت حتى إلى زيارة دول في تقييم الحالة في العراق، وهذا أعتقد بأنه ينظر له حكوميا على أنه يحرف مسار التقارير التي تصدرها بعثة يونامي، وربما هذا التعاطي مع كل الأطراف المحيطة في العمل السياسي في العراق وفي مهام بعثة يونامي أعتقد بأنها تسببت بنوع من الحساسية من قبل الحكومة العراقية في تقارير بعثة يونامي. لكن إذا عدنا إلى أصل القرارات الأممية نلاحظ بأنه هذه هي الأدوار الموكلة لبعثة يونامي وليس للمبعوثة الحالية إذا ما ذهبت يمينا أو يسارا عن الأهداف التي أكدها وأقرها قرار مجلس الأمن 2682 الأخير الذي مددها لمدة عام تنتهي في 31 آيار 2024. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من أربيل الحقوق وأستاذ العلوم السياسية دكتور مهند الجنبي على هذه المداخلة معنا.
سجلت عشرات الإصابات بداء الصفيرة والطفح الجلدي في مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال شمالية شرق لبنان، وذلك بسبب المياه الآسنة وعدم توفر المياه النظيفة. وقال باسل الحجيري رئيس بلدية عرسال للحدث إن النازحين في مخيمات البلدة يعيشون في بيئة غير سليمة مهددة بتفشي الأمراض. أحد المتابعين حكى برقم 300 إصابة، يعني 300 إصابة بضمن مجموع 100,000 نخمة. طبعا نحن لا نخفف ولا نستخدم تنظر بوجود أمراض وأوبئة، وبكل الأحوال حقيقة هي البيئة التي يعيش فيها أو يعيش فيها النازحون بالمخيمات هي بيئة غير سليمة، وهي عرضة لنشوء الأمراض ونقلها. كما حذر وزير الصحة في عرسال فراس الأبيض من انتشار الأمراض في مخيمات النازحين السوريين، وأوضح أنه جرى تسجيل حالات إصابة بداء الصفيرة وتزايد حالات الطفح الجلدي بسبب المياه الملوثة، ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض في أماكن أخرى. جوار الصرف الصحي فاتت على الخيام إلى 20 يوم، ما التقى لا مفوضية ولا يونيسيف ولا أي جمعية تسحب مية الصرف الصحي من قلب الخيام. لو الكاميرا تبعك لو طلقت الريحة ليك، أنا ظلي 10 أيام مريض، لو الكاميرا تبعك طلقت الريحة هون كانت حكت على أرض الواقع شو الأطفال، تعبت المراكز الصحية من الأطفال اللي طلع فيها المرض الجلدي والربو وكل الأمراض الصحية. بعد شوي رح يصير كوارث لا يحمد عقبها. إحنا بوقفة هالمي والشفط فات المي لعنا مية مجارير، ومرضت أنا وولادي. يعني ما شو المشكلة يعني وين نخو وين يعني كمان لو مي عادية فيها وما فيها، بس مية وصخ. أنا مرض ضليت 4-5 أيام بالمشفى، ما حد شال معي لا ينسف ولا الأمم ولا شيء. التهب صدري وعم طلبوا بالصورة لراسي من هالمي، وغراضنا كلها تبلبلت كلها كبيتها. وين النخوة وين الأخوة وين شو هالمشكلة يعني هاي نحن؟ الجوار طافت واجت الجيران لهون صاروا يهينوا العلم، يعني كلام ما بينزل لا بميزان ولا بأبين، وما يتحمل الشعب هون من توف. يعني حق خزان ماي ما معهم، حق ربطة خبز بحالي لا يرسلها. في حالات مرضية؟ في حالات مرضية، التهابات جلدية، جرب، والمي الوسخة صارت تفوت على الخيام. نحن بنطلب انه مثل ما بيقولوا من هالجمعيات انه هلا الشافط والمي يرجعوا يعدلوه مثل ما كانوا احسن. ونحن ما في عندنا ولا جمعيه تكفلت، بس على المعليه تحمل عبء المرضى اللي عندنا اولادنا، نحن اولادنا بس، يعني بس انه نحن يعني عبء علينا صار ميه الشافط يونيسيف امم مطعم كميه بنقصوها. يعني شو بدي احكي لك على معاناه الاطفال، ولا جمعيه اجت تكفلت عنا انه تحمل عنا هذا العبء الاطفال اللي عم ناخذها على المستوصفات. وللحديث اكثر معنا من بيروت الدكتور زاهي الحلو، اخصائي الامراض المعديه والجرثوميه. دكتور زاهي اهلا وسهلا بك معنا في 19. هل مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان هي البؤره الوحيده التي يعني تشكل فعليا هذا التهديد للامراض التي قد تنتشر في لبنان؟ ليست البؤره الوحيده بالطبع، هناك عدة مناطق ملوثة المياه، خاصة في أماكن الفقيرة في الضياع النائية. يعني مثلا شهدنا العام الماضي في عكار وطرابلس وباء الهباتيتس اي او الصفيرة، وشهدنا العام الذي سبق كمان الكوليرا الذي عم ببعض المناطق. وعلى الحدود اللبنانية السورية كان عدد من المناطق التي كان فيها وباء ايضا. أما حاليا يحكى عن عرسال لأن المياه هناك ملوثة كثيرا، ونعرف أن المياه الملوثة هي مورد لعدد كبير من الأمراض، من بينها التيفويد السلمونيلا وأيضا الهباتيتس اي الذي تعمل الصفيرة، وهناك عدد كبير من الأمراض. وأيضا حتى المياه التي تستعمل للتنظيف كانت ملوثة، هناك كمان شفنا حالات من الجرب
وحالات من الأمراض الجلدية وحالات من التسمم الغذائي، حالات من الإسهال القوي الذي انتشر في معظم المناطق البقاعية أيضا. يعني وهل الخطر فعليا محدق بمناطق أخرى في لبنان؟ يعني هل لبنان اليوم فعليا على شفا أزمة صحية؟ يعني مياه الشرب في كل في معظم المناطق ليست نظيفة، يعني العالم الناس يشترون السترنات المياه لحد للقضاء الحاجة لأن المياه ملوثة بشكل عمومي، لكن هناك مناطق ملوثة أكثر من أخرى، فندق نقص الخطر لأنه يجب أنه تنظيف المياه في معظم المناطق اللبنانية وخاصة في أماكن كعرسال والمخيمات وبعض المناطق النائية أيضا. طيب هل الأسباب موسمية لهذه الأمراض أم لديها عوامل أخرى قد تضاعفت في الأوقات الأخيرة؟ من المعروف أن في فصل الربيع والصيف خاصة تزداد هذه الأمراض لأن البكتيريا تتكاثر في الحر، وأيضا لأنه هنالك نقص في تنظيف المياه، يعني كانت اليونيسف تقوم سابقا بمهمات تنظيف المياه في المخيمات لكن هذا الأمر لم يعد يجرى مؤخرا يعني. وأيضا وزارات لبنانية تقصر بعض الشيء في مهماتها، فيجب فعلا تنظيف المياه لأنها مورد أساسي للأمراض الجرثومية والمعدية. طيب وماذا عن المصابين دكتور زاهي؟ كيف يمكن احتواء هذه الأزمة؟ هل الحديث عن التلقيح بات متأخرا وبالتالي يجب انتهاج ربما أساليب أخرى للتشافي؟ التلقيح ضروري في كل الحالات لكنه ليس كاف كما ذكرت في الوقت الحالي لأن المرض انتشر، فيجب حد المرض، يجب أول شيء هو تنظيف المياه، هذا شيء ضروري وملح ويجب تنظيف إذن كما قلنا المياه، ويجب تنظيف المخيمات أيضا وكل الأماكن الموبوءة لأنها سبيل انتشار المرض بشكل كثيف مثل ما حصل مع الكوليرا مؤخرا. والعلاج؟ أو مع الهباتيتس A أو صفيرة، والعلاج طبيعي يجب أن يتم، يجب أن تهتم WHO واليونيسف بهذه المهمة أيضا لمساعدة لبنان لأن الحكومات في ضعف في. طيب دكتور زاهي، يعني خطورة ما جاء في هذا التقرير توحي وكأن فعليا يعني أزمة صحية قد تحدق بلبنان في أي لحظة، هل المؤسسات الصحية والخدمات الطبية هي قادرة على استيعاب أزمة من هذا النوع؟ وأنتم كدكاترة ما الذي تطالبون به لدرئها؟ يعني هلا عندنا الطاقات البشرية الأطباء والممرضات موجودين، لكن هناك أزمة اقتصادية في لبنان وأزمة مالية وبعض النقص في بعض الأدوية، لكن يمكن استيعاب الموضوع إذا تحركنا بسرعة، يجب أن لا ندع الأمور تتفاقم أكثر، إذا يجب التحرك سريعا، وأول خطوة هي تنظيف المياه حتى نحد من انتشار هذه الأمراض والتلقيح وإعطاء العلاجات، كل هذه الأمور يجب أن تتم بسرعة لحتى لكي نضبط تفاقم الأمور ونضبط السرعة في انتشار الأمراض. العلاجات متوفرة لتغطية كافة المصابين لحد اللحظة؟ متوفرة في الوقت الحاضر، لكن إذا زاد العدد كثيرا أخاف أن لا يعود الإمكانيات متوفرة. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من بيروت الدكتور زاهي الحلو أخصائي الأمراض المعدية والجرثومية. إذن مشاهدينا بهذا نأتي وإياكم بختام الساعة الأولى، وهذا تذكير بعناوينها: ما بين قصف يتجدد ونزوح يتواصل، حماس تنتقد تراجع بايدن وانقلاب نتنياهو، بلينكن يوضح موقف واشنطن لا تدعم عملية في رفح ولا تضع خطوط حمراء على تسليح إسرائيل،
واليوم التالي في غزة جدلية تفجر حكومة حرب إسرائيل وتقرير يكشف نية احتلال القطاع لمدة عام. شهر العسل ينتهي، العراق لا يحتاج يونامي. وفي الأخير تحدثنا عن لبنان حيث يدق ناقوس الخطر حيال تفشي الأمراض في مخيمات النزوح. تابعونا مشاهدينا، نعود ونلقاكم في الساعة الثانية ونفتح ملفاتها. إلى اللقاء. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان، سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عكار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية.
فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ الآن 19 من الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19 وفي عناوينها: استمرار الرجل الميت مؤشر فشل الحرب الإسرائيلية في غزة. الحكومة اليمنية تنتقل من رد الفعل إلى الفعل، مدارس صيفية لصد المد الحوثي والإيراني. لوموند الفرنسية تكشف كواليس الصفقة السرية، 300 طن كعكة صفراء من النيجر إلى إيران. أهلا بكم مشاهدينا. أصدر وزير الخارجية المصري سامح شكري تعليقا نادرا على اتفاقية السلام التي أبرمتها بلاده مع إسرائيل في 26 من مارس 1979، وقال شكري إن اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات منها لجنة اتصال عسكري. وجاءت تصريحات شكري ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة. قناة القاهرة الإخبارية نقلت عن مصدر رفيع المستوى في البلاد اليوم الأحد نفيه لما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن التنسيق مع مصر في معبر رفح. اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية هو خيار استراتيجي اتخذته مصر من أكثر من 4 عقود، و يعد الركيزة الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والأمن. الاتفاقية لها آلياتها يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات قد تكون قد تمت، ولها آليات الخاصة بالتعامل مع هذه المخالفات إذا وجدت. هذا أمر يتم في إطار فني، في إطار لجنة الاتصال العسكري، ونستمر في التعامل مع الاتفاقية من هذا المنظور. هناك أطروحات معتدلة تلبي الغرض للجانبين، يجب أن يتم الموافقة عليها حتى تكون هناك هدنة ويكون هناك تبادل للأسرى وتعامل مع الوضع الإنساني الصعب، ومنع أي نوع من الاستمرار النزوح الذي قد يفرغ الأرض من الشعب الفلسطيني. وهذا أمر حريص عليه الشعب الفلسطيني ويعمل على تجنبه. عقب شن إسرائيل حربا على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، حرصت على نقل المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سجون بمواصفات خاصة وذات صيت سيء، منها ما هو معروف وأخرى سرية، حتى أصبح يطلق على هذه السجون اسم غوانتانامو إسرائيل. وتصنف هذه المعسكرات كجزء من البنية التحتية لقانون المقاتلين غير الشرعيين المعدل الذي أقره الكنيست في ديسمبر الماضي، حيث وسع من سلطة الجيش في اعتقال المسلحين المشتركين
المشتبه بهم. الجيش الإسرائيلي أقر بتحويل 3 منشآت عسكرية مختلفة جزئيا إلى معسكرات اعتقال للفلسطينيين من قطاع غزة. هذه المنشآت هي سدي تيمان في صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدتي عناتوت وعوفر العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة. معسكر سدي تيمان وهو اسم معسكر إسرائيلي في وسط صحراء النقب يبعد حوالي 30 كيلومتر عن قطاع غزة، ينقل إليه معتقلو القطاع للتحقيق معهم. وخلال الفترة الأخيرة التي تلت حرب إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك الخيام الكبيرة وحظائر الطائرات، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية استمرار العمل في الإنشاءات. وبحسب مصادر شبكة CNN، فإن معسكر سيدي تيمان يقسم إلى قسمين. الأول حاويات، حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلا فلسطينيا تحت ضغط نفسي وجسدي شديد. أما القسم الثاني فيضم مستشفى ميداني يتم ربط المعتقلين الجرحى بأسرتهم وهم يرتدون حفاضات. كما أظهرت مقارنة للصور الجوية في 10 سبتمبر 2023 والأول من مارس الماضي زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة. أما بخصوص ما يجري داخل أسوار المعسكر، فكشفت شهادات لمعتقلين تم الإفراج عنهم وتقرير لمنظمات حقوقية وإعلامية، كان آخرها ما كشفه تقرير لشبكة CNN عن مدى الانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في معسكر سدي تيمان. جنود أيضا خدموا في المعسكر كشفوا لشبكة CNN عن بعض أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، حيث يتم ضربهم بشكل وحشي من دون سبب، بل بدافع الانتقام على ما حدث في 7 أكتوبر. كما يتم تقييد المعتقلين من معصميهم من معصمهم وأيضا بالأسلاك، وهم معصبو الأعين وبملابسهم الداخلية، إضافة إلى إطلاق العنان للكلاب كي تتحرك بينهم وتدوس عليهم أثناء استلقائهم على الأرض. كما كشف أحد المسعفين الذين عملوا في المستشفى أنه يطلب من الطاقم الطبي وأغلبهم غير مؤهلين، يطلب منهم القيام بإجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين في كثير من الأحيان من دون مخدر. وفي تقارير لمنظمات فلسطينية كشفت أن 18 فلسطينيا بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش توفوا في الحجز الإسرائيلي على مدار الحرب، وهو ما يشكل نوعا من أنواع جرائم الحرب بحق المدنيين الفلسطينيين. للحديث أكثر مشاهدينا ينضم إلينا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس. أهلا وسهلا بك سيد قدورة معنا في 19. يعني ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية في معتقلاتها للفلسطينيين، أم هذه المرة نحن نتحدث عن أمر بالغ الخطورة؟ هي يعني ليست مجرد انتهاكات، بل هي جرائم بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن من مترتبات هذه السياسات والتي تمثلت أولها بممارسة جريمة الإخفاء القسري، هذا يدل على أن مؤسسات دولة الاحتلال جميعا متورطة فيما تلاها من جرائم، وأنا أقصد هنا الجيش والمخابرات والحكومة وكذلك ما يسمى بالجهاز القضائي الإسرائيلي، إذ لا رقابة قضائية على ما يتعلق بأسرى ومعتقلي قطاع غزة. وبالمناسبة الجرائم تقترف بحق الجميع من أبناء الضفة الغربية والقدس وغزة، ولكن ما يتعرض له أسرى غزة أكثر وحشية وفظاعة،
ومن نتائج ذلك أن ارتقى العديد من الأسرى شهداء. لا تفصح إسرائيل عن من استشهدوا ومن أصيبوا بكسور وردود ومن قطعت أطرافهم. إسرائيل لا تفصح، تتسرب في بعض الأحيان معلومات لبعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، وتحديداً تتجرأ صحيفة هارتس بنشر بعض التسريبات. لكن يعني تقديراتنا وفق الشهادات التي تصلنا من أسرى محررين أن النتائج أكثر كارثية من ذاك الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام. طيب سيد قدورة، يعني ما تم كشفه هذه المرة أيضا بشهادات على لسان إسرائيليين ليس فقط عن محررين أو ما إلى ذلك، وبالتالي إلى أي مدى برأيك سيأخذ صدى دوليا يكون منتجا؟ يعني حتى الآن 7 شهور مرت على عملية إبادة شعب يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتحديدا مركزها ومحورها قطاع غزة. المواقف الدولية سواء من المنظمات السياسية الكبرى أو من المؤسسات الحقوقية والقضائية ليس بمستوى أو أدنى بكثير من مستوى الجريمة المقترفة بحق الشعب الفلسطيني. هذا في حالات يعني قتل الأطفال والنساء والأبرياء وتدمير المؤسسات والمدارس والجامعات والمستشفيات والعيادات. إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء. فيعني قضية الأسرى وما يتعرضون لها يعني أقل صعوبة وبشاعة ووحشية من الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. فإذا كان العالم لم يحرك ساكنا، لم تصدر حتى الآن مذكرات اعتقال بحق قادة مجرمين مدانين من قادة إسرائيل الذين يعني تحدثوا بشكل صريح بما يستدعي إصدار مذكرات اعتقال بحقهم، لم تصدر محكمة العدل الدولية حتى الآن رغم أن قضية الإبادة الجماعية منظورة بقرار وقف إطلاق نار يكون ملزما، أو ربما تضع بعض القوى الدولية في دائرة الحرج إذا لم تتخذ موقف أكثر صرامة. بالتالي المواقف الدولية حتى الآن مخيبة للأمل بالنسبة لنا كشعب فلسطيني، وربما هذا الذي شجع إسرائيل أن تواصل جرائمها طيلة هذه المدة، ونحن نتحدث هنا عن أشهر وليست أيام أو أسابيع. وطالما العالم لا يتخذ مواقف حازمة، يجب أن لا يتوقع أحد من أن تصاب إسرائيل بحالة صحو الضمير، لأن لا ضمير ولا أخلاق ولا التزام بقوانين. إسرائيل يعني محكومة لائتلاف من عصابات الإجرام الإرهابيين الفاشيين، و يعني يتصرفون على وقع خيبتهم وإحساسهم بالفشل وبحثهم المحموم عن صورة انتصار على أطفال غزة وعلى مدارس غزة وعلى عيادات ومستشفيات غزة. نعم، طيب برأيك يعني سيد قدورة كيف ستطعم هذه التقارير؟ يعني CNN هي لمن أخرجت هذا التقرير الذي يتحدث عن السجن الذي ربما تضاعفت فيه الانتهاكات بعد 7 أكتوبر وهو في صحراء النقب، كيف ستطعم هذه الشهادات الانتهاكات التي سجلت منذ هذه الحرب سواء فيما يتعلق بالمقابر الجماعية، وأيضا كيف تؤثر في مسار محكمة العدل الدولية والتقارير التي ترصد؟ يعني فضائية CNN فضائية يعني ذات حضور عالي وتحديدا في الغرب، وهي عمليا تصادق على صحة ما قلناه نحن كفلسطينيين وما حذرنا منه بشأن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبنائنا وبناتنا في السجون. يعني تراكميا سوف تحدث تحولات في الرأي العام، وسوف يتحول هذا إلى ضغط على إسرائيل، نحن واثقون من ذلك. ولكن بالنسبة لنا الوقت مسألة في غاية الأهمية. يعني الأسرى ونتيجة لسياسة التجويع التي يتعرضون لها والاعتداءات والضرب، وأنا هنا أتحدث عن الأسرى كل الأسرى، قد تحدث خلال فترة قريبة انهيارات جماعية على أوضاعهم الصحية، وبالتالي ستزداد وترتفع وتيرة من يستشهدون داخل سجون الاحتلال. لذلك نحن نتحدث مع كل الجهات الدولية
التي تعبر أمامنا في الغرف المغلقة رفضها وإدانتها واستنكارها، وأنهم سيتحدثون وسيضغطون على إسرائيل في القنوات الدبلوماسية. لكن حتى الآن كل تلك الوعود التي أطلقها العديد من ممثلي الدول حتى الآن لا نرى لها ترجمة يمكن أن نقرأها من خلال تعليمات جديدة تصدر للسجانين ولأفراد الجيش الإسرائيلي بأن يحتكموا وأن يراعوا محددات القانون الدولي في معاملتهم للأسرى الفلسطينيين. طيب سيد قدورة، يعني ألا يمكن أن تفضي كل هذه التقارير وهذه المسارات سواء في محكمة العدل الدولية عن مشاريع القرارات التي تقدم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن تفضي إلى قرار يلزم إسرائيل؟ يعني حتى الآن على الرغم من مرور 76 عاما على الاحتلال الإسرائيلي لم تصدر قرارات عن هيئة الأمم المتحدة أو عن مجلس الأمن، قرارات يعني ذات صفة إلزامية تتحول إلى إجراءات بحق إسرائيل، لأن إسرائيل لم تحاسب ولم تسأل ولم تعاقب في الماضي، هي أمعنت وذهبت بعيدا ووصلت إلى هذه الحدود التي يعني باتت تشكل تهديدا على منظومة القيم والقوانين والاتفاقيات الدولية. هذا ما نأمله نحن كفلسطينيين، ونحث الدول الصديقة والمؤيدة والمؤمنة بحق الشعب الفلسطيني وبأهمية إنهاء الاحتلال أن تضاعف جهودها من خلال هذه المحافل الدولية علها تصل إلى وضع تتخذ فيه قرارات من شأنها أن تشكل رادعاً أو تقود قيادة إسرائيل إلى أن يفهموا أن استمرارهم في هذه السياسات الإجرامية سيكون مكلفاً لهم وستترتب عليها خسارات لإسرائيل سواء كانت سياسية أو اقتصادية، آنذاك ربما يعيدون النظر في مثل هذه السياسات ويلتزمون ولو بالحدود الدنيا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من رام الله رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس. أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن مصير الفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة الذين أمرتهم إسرائيل بالنزوح إلى قسم آخر من القطاع قبل استمرار العمل العسكري. أعربت مرارا عن انزعاج إزاء الأثر الكارثي لهجوم محتمل واسع النطاق على رفح، بما في ذلك احتمال ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية. لا أرى أبدا كيف يمكن أن تتوافق أوامر الإخلاء الأخيرة في منطقة تضم وجودا مدنيا كثيفا مع المتطلبات الملزمة للقانون الدولي الإنساني أو مع التدابير المؤقتة الملزمة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية. المفوض الأممي دعا جميع الدول ذات النفوذ كما أسماها لتفعل كل ما تستطيع حتى تحول دون شن هجوم إسرائيلي واسع في رفح. أكرر أنه لا يمكن شن هجوم واسع النطاق على رفح، ويجب على جميع الدول ذات النفوذ أن تفعل كل ما في وسعها لمنع ذلك ولحماية أرواح المدنيين. أدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني للتوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور. سلط تقرير جديد لصحيفة نيويورك تايمز على دور يحيى السنوار في المعارك والمفاوضات التي تجري في قطر وإسرائيل. تفاصيل أكثر حول دور السنوار في حرب غزة مع الزميل محمود الواوي. أهلا وسهلا بك محمود معنا، وإليك لتستعرض لنا هذا التقرير. أهلا ماريا، شكرا لك. تعقبته إسرائيل، كادت تلقي القبض عليه، رصدته داخل نفق، ورغم عدم القدرة على تحديد موقعه وصفوه بعد هجوم 7 أكتوبر بالرجل الميت الذي يمشي حي يتنقل من مخبأ إلى آخر.
إنه قائد حماس في قطاع غزة يحيى السنوار الذي جعلت إسرائيل من قتله عنصرا أساسيا في هدفها المتمثل بتدمير حماس، لكنه هذا لم يحصل حتى الآن على الأقل، وهو ما دفع صحيفة نيويورك تايمز للقول إنه بعد 7 أشهر على الحرب أصبح بقاء السنوار حيا رمزا لفشل الحرب الإسرائيلية. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل دمرت جزءا كبيرا من غزة، لكنها تركت قادة حماس دون أذى كبير إلى حد كبير، وفشلت أيضا بتحرير معظم الرهائن. هذا كله دفع نيويورك تايمز لوصف الحرب بالفاشلة. وحتى في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الإسرائيليون إلى قتله، فقد اضطروا إلى التفاوض معه ولو بشكل غير مباشر لتحرير الرهائن المتبقين حسب الصحيفة دائما. السنوار أيضا لعب دورا محوريا وراء الكواليس في قرار حماس بالتمسك بوقف الحرب ووقف إطلاق النار الدائم وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، وكثيرا ما أدى انتظار موافقته إلى إبطاء المفاوضات. ورغم أنه لا يتمتع من الناحية الفنية بسلطة على كامل حماس، لأن دوره القيادي يمنحه أهمية كبيرة في إدارة عمل الحركة. وتقول الصحيفة إنه كان ينظر البعض إلى إذا كان البعض ينظر إلى نتنياهو على أنه يتعمد إطالة أمد الحرب لتحقيق منفعة شخصية، فإن عدوه اللدود السنوار يفعل الأمر ذاته. هذا ما لدينا ماريا عن هذا التقرير، عودة لك. شكرا جزيلا لك محمود. شكرا. قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن وضع بريطانيا يختلف عن الولايات المتحدة في موضوع بيع الأسلحة إلى إسرائيل، إذ تورد بريطانيا أقل من 1% من الأسلحة لتل أبيب مقابل كميات ضخمة تبيعها الولايات المتحدة. واعتبر كاميرون أن الوقت غير مناسب لتغيير سياسة بريطانيا في هذا الملف لأنه سيقوي حماس ويضعف إسرائيل. هل تحت بريطانيا حذو الولايات المتحدة في تحذيرها من وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل؟ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يقول لا، ويؤكد أن لا مقارنة بين بريطانيا والولايات المتحدة فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى إسرائيل. فبريطانيا بحسب كاميرون لا تورد إلا أقل من 1% من الأسلحة لإسرائيل. الرئيس الأمريكي في موقف مختلف تماما، هم دولة ضخمة وبالنسبة لهم فالأمر ليس كبيرا لأنهم مصدر ضخم للأسلحة وهم منخرطون بعمق في الخطط التكتيكية لجيش الدفاع الإسرائيلي. كما أن سياسة بريطانيا لا تدعم وقف توريد الأسلحة بسبب ما قد يعنيه ذلك على مجرى الحرب. فبالنسبة لكاميرون وقف مبيعات الأسلحة سيعطي فرصة لحركة حماس بالاستقطاب، كما أن ذلك سيضعف إسرائيل ويقلل من فرص نجاح اتفاق الإفراج عن رهائن وسير المفاوضات مع حماس. وذكر كاميرون أن آخر مرة تعرضت حكومته لضغوط في موضوع منع بيع الأسلحة لإسرائيل شنت إيران هجوما واسعا بالصواريخ وطائرات الدرونز على إسرائيل، وهو ما أدانته بريطانيا بشدة وقتها. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا اليمنيون يتمردون على ميليشيات الحوثي، تصاعد الغضب على الحوثيين في مناطق الميليشيات.
الحرارية ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لن ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟ أهلا بكم مشاهدينا مجددا. تواجه ميليشيات الحوثي موجة سخط شعبي جديدة وانتقادات واسعة في مناطق سيطرتها. موجة الغضب هذه ارتفعت مع ازدياد الممارسات القمعية والسطو على الأراضي وتفشي أعمال القتل والخطف والفساد في مناطق سيطرة الميليشيات. عضو المجلس السياسي الأعلى للإنقلابيين سلطان السامعي بدوره حذر من انحدار هذه المناطق إلى حرب أهلية. وقال السامعي إن قادة الميليشيات يجيدون ترديد الصرخة ضد أمريكا في الوقت التي يخدمونها بممارساتهم ضد اليمنيين من صنعاء. السامعي وخلال مداخلة له في برلمان صنعاء الخاضع للميليشيات أشار إلى وجود لوبي يسعى لقمع اليمنيين في إشارة إلى ارتفاع وتيرة الاختطافات لكل من ينتقد الحوثيين. وبالتزامن احتشد مئات من أبناء قبيلة همدان شمال العاصمة صنعاء في تجمع احتجاجي مسلح رفضا لمخطط حوثي يهدف لتقسيم مديريتهم ومصادرة أجزاء واسعة من أراضيهم. وأفادت مصادر قبلية أن عمليات السطو والسيطرة والتقسيم التي تمارسها الميليشيات الحوثية يندرج ضمن مخطط يهدف لتفكيك قبائل طوق صنعاء والسطو على أراضيها. دشنت الحكومة اليمنية المخيم الصيفي للعام 2024 لتحصين الشباب من الأفكار التي تقوم ميليشيات بإرسائها. وقال وزير الشباب والرياضة اليمني نائف البكري إن هناك أكثر من 11 مليون شاب يمني بينهم مئات الآلاف في المناطق المحررة يحتاجون إلى الدعم في مواجهة العنف والدمار الحوثي، مؤكدا على ضرورة الاصطفاف الوطني أمام المشروع الحوثي الدخيل والمد الإيراني. ومعنا من عدن وزير الشباب والرياضة اليمني ورئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية نائف البكري. أهلا وسهلا بك معالي الوزير معنا في 19. يعني كيف يمكن أن تسهم هذه الخطوة في يعني إنشاء مراكز في المناطق المحررة؟ كيف تسهم في صد الممارسات أو الأهداف الحوثية التي تستهدف المراكز الصيفية وما إلى ذلك؟ أولا أسعد الله مساءكم بالخير وشكرا لك أخيتي العزيزة على هذا البرنامج اليوم الذي يحاكي فيه المراكز الصيفية على مستوى المحافظات المحررة التي عقدت اليوم اللجنة العليا للمراكز الصيفية أول اجتماعاتها لتدشين المخيمات والمراكز الصيفية 24، وذلك تحت شعار من أجل بناء جيل متسلح بالوعي. نحن اليوم نواجه الفكر الحوثي المتطرف والإرهابي. هذه المراكز الصيفية التي تمتد إن شاء الله على مستوى جميع المحافظات المحررة سيكون لها وقع أكبر في أن كثير من أبنائنا وشبابنا من مختلف المراحل الدراسية الذي إن شاء الله سيتجاوز الالتحاق في هذه المراكز الصيفية من خلال هذه الخطة التي اليوم أعددناها مع الجهات المختلفة ومع الوزارات لأكثر من 500 إلى مليون شاب من مختلف المراحل الأساسية التعليمية بعد إن شاء الله انتهاء الامتحانات للثانوية العامة. نحن اليوم أمام مسؤولية كبيرة في تعزيز الثقافة أمام هؤلاء الشباب، أمام النشء في مواجهة هذا المشروع. هذا المشروع الذي يستهدف العقيدة ويستهدف الوطن ويستهدف الثقافة والموروث
ويستهدف العادات والتقاليد والقيم. نحن نرى اليوم ميليشيات الحوثي تزد بالآلاف من أبنائنا الطلاب من مختلف المحافظات الغير محررة الذين يمدونهم اليوم بالسلاح والأفكار المتطرفة، وأيضا يمدونهم اليوم بهذه الأفكار التي هي دخيلة على مجتمعنا وعلى ديننا وعلى وطننا. نحن اليوم الحمد لله أعددنا مصوبة كبيرة، إن شاء الله سيدخل كل المحافظات المحررة خلال الأشهر القادمة في المراكز الصيفية في المنتديات والأندية والمراكز الثقافية، الذين إن شاء الله سيتسلحون بالفكر المواجه لهذا الفكر الحوثي الإرهابي السلالي الإمامي الذي هو دخيل على بلدنا ودخيل على أهلنا ودخيل حتى على أبنائنا في المراحل الأساسية والثانوية. طيب معالي الوزير، ما هي المراكز الأخرى قيد الإنشاء وما المناطق التي ستمسها؟ كل المناطق التي إن شاء الله ستصل إليها يد الدولة، يد المراكز الصيفية التابعة للشرعية، سنقيم فيها المئات من المراكز الصيفية في المنتديات وفي كل المحافظات المحررة، سواء كان في عدن أو أبين أو الضالع أو في مارب أو في تعز أو في الحديدة أو في حجة. كل المراكز الصيفية إن شاء الله ستعمل وستكون إن شاء الله خلال هذه الأشهر هذا الشهر تدشن ويلتحق فيها الآلاف من أبنائنا وبناتنا. نحن في قيادة اللجنة العليا للمراكز الصيفية أعددنا كثير من الأفكار وكثير من المنتديات وكثير من الأمور التي تهم الشباب في مجالات كثيرة، سواء كان في المجالات الاجتماعية أو الثقافية أو الكشافة أو الرياضية أو أيضا المدنية أو تنمية الشباب. كل هذه الأفكار ستبعد كل شبابنا اليوم من هذه الأفكار التي يريد أن يمارسها الحوثي أو يريد أن يزيج أبنائنا وبناتنا. نحن أمام مسؤولية وطنية في مواجهة هذا المشروع وهذا الفكر. طيب هذه الخطوة الأولى. نعم، إنشاء مراكز ثقافية مضادة، هذه الخطوة الأولى نحو مواجهة هذه الممارسات. ماذا عن طبيعة الإجراءات المستقبلية الحكومية أيضا في نفس الاتجاه؟ الحكومة إن شاء الله ستعد منصوبة كاملة بإذن الله عز وجل، وأهم هذه المنصوبة هو محاربة هذا الفكر الإرهابي سواء كان من خلال المناهج الدراسية، وأيضا ستعد منصوبة في وزارة التربية التعليمية والتربية التعليم والجامعات والمنتديات والأندية في إطار خارطة تعليمية ثقافية لمواجهة هذا الفكر من خلال أيضا المشروعات الدراسية ومن خلال المناهج الدراسية ومن خلال أيضا حتى المناهج الجامعية والتوعية والإعلام وغيرها. لدينا مشروع كامل لمواجهة هذا المشروع الإمامي المدعوم من قبل إيران في المنطقة بإذن الله عز وجل، بأن شبابنا وبأن كل أبناء اليمن يصفون خلف هذا المشروع الوطني المحافظ على الهوية الوطنية. طيب الحكومة اليمنية أيضا معالي الوزير كانت قد وجهت دعوة للمبعوث الأممي إلى اليمن للتحرك وفق مسؤولياتهم القانونية في صد هذه الخطوات الحوثية وهذه الممارسات الحوثية خاصة فيما يتعلق بتجنيد الأطفال. كيف تمت الاستجابة مع هذه الدعوة لحد الآن؟ المبعوث الأممي موجود في عدن واستقبل فخامة الرئيس رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وكذلك دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد وكل أعضاء المجلس الرئاسي، وتم الإيضاح للمبعوث الدولي بأن هذه الجماعات وبأن هذه الميليشيات الحوثية الإمامية الإرهابية تمارس أيضا على أبنائنا وبناتنا في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها مزيد من مشاريع الموت والدمار. نحن في الحكومة اليمنية أبلغ المبعوث الأممي بأن هناك وسائل كثيرة هذه الجماعات وهذه الميليشيات الإرهابية الإيرانية في المنطقة وفي المحافظات ليس فقط منعت عن البلد وضربت أيضا الكثير من المشاريع الاقتصادية وأهم النفط، لكن كذلك اليوم هذه الجماعات رفضت السلام ورفضت كل المبادرات. اليوم إلى مدينة مارب قامت أيضا بقصف هذه المدينة. أطلقت أيضا معالي الوزير أطلقت أيضا نعم إجراءات نحو عمليات رصد وتتبع يعني المشرفين على المراكز الصيفية في الجانب الحوثي. أين وصلت هذه المتابعات القضائية
لحد الآن؟ هناك لجنة مكلفة من قبل الحكومة اليمنية في الأجهزة المعنية سواء كانت وزارة العدل أو الشؤون القانونية أو غيرها، وهناك أسماء كثير لهذه القيادات التي تصطف خلف الدمار وخلف الموت، وهناك أيضا المشرفين على هذه المراكز أيضا الذين أرادوا أن يبعدوا طلابنا وبناتنا في المحافظات الواقع تحت سيطرتهم ويذهبهم إلى المعسكرات التي يواجهوا فيها الموت هؤلاء الأبناء الذين أماكنهم مقاعد الدراسة والفن والثقافة والمسرح. نحن في اللجنة العليا سنعد قائمة أيضا أخرى بالمشرفين على هذه المدارس الذين يمارسون هذا التضليل وهذا الفكر القاتل لأبنائنا وبناتنا، وهناك مصيبة كبيرة لدى الحكومة واتخذت فيها إجراءات، وننتظر من المبعوث الدولي وغيره من البعثات الدولية كشف هذه الممارسات وتحويل هؤلاء القتلة والمجرمين إلى ساحات المحاكم الدولية. أشكرك جزيل الشكر من عدن معالي وزير الشباب والرياضة اليمني ورئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية نائف البكري. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا إيران ستعيد النظر في عقيدتها النووية في هذه الحالة. ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثا عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. خلف عناوين الأخبار الكبيرة انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. حذر كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إيران ستعيد النظر في عقيدتها النووية في حال لم يتم نزع سلاح إسرائيل النووي. وأوضح خرازي أن المنافسة النووية ستتصاعد ولن تكون المنطقة خالية من هذا السلاح في حال لم يتم نزعه من إسرائيل. لم يعد التقارب الروسي مع النيجر فقط ما يؤرق الغرب على رأسهم الولايات المتحدة، بل يبدو أن تنامي علاقات نيامي وطهران بات عاملا يقلق الكثيرين ومن بينهم الأمريكيين. كيف ولا وأعين إيران منصبة على واحدة من أهم ثروات النيجر، الكعكة الصفراء أو اليورانيوم المكرر؟ تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية تحدث عن محاولة الحكومة العسكرية في النيجر بيع مئات الأطنان من اليورانيوم المكرر لإيران. تقرير لوموند يتقاطع مع معلومات سبق وأن نشرها موقع
أفريكا انتليجنس الذي نقل عن مصادر رسمية غربية وجود اتفاق سري بين النيجر وإيران بشأن بيع اليورانيوم. الموقع نفسه كشف في نهاية أبريل الماضي أن تلك المفاوضات تضمنت شراء إيران 300 طن من الكعكة الصفراء، صفقة تقدر قيمتها بنحو 56 مليون دولار بحسب الموقع. وبموجب الصفقة، يضيف الموقع، تلتزم إيران بتقديم مولدات كهربائية ذات قدرة كبيرة للنيجر من أجل سد العجز في الطاقة. في الحقيقة فإن الحديث عن صفقة محتملة بين طهران ونيامي ليس وليد اللحظة، لكنه طفى على السطح خلال شهر مارس الماضي حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه في الأشهر الأخيرة حصل مسؤولون كبار في الولايات المتحدة على معلومات تظهر أن النيجر تدرس سرا التوصل إلى اتفاق مع إيران من شأنه أن يسمح لها بالوصول إلى بعض احتياطات النيجر الضخمة من اليورانيوم. ولفهم سر تنامي العلاقات بين إيران والنيجر، دعونا مشاهدينا نعود بكم قليلا إلى الوراء. ففي أغسطس من العام 2023 قام الحرس الرئاسي في النيجر بانقلاب عسكري على رئيس البلاد محمد بازوم، ومنذ ذلك الحين تدهورت علاقات النيجر مع الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا. هناك بدأت النيجر تأخذ منحا آخر في علاقاتها الدولية، حيث بدأت تعزز من علاقاتها الدبلوماسية مع كل من إيران وروسيا على حساب الغرب. بالإضافة إلى المخاوف بشأن الإرهاب، فإن الوضع الحالي في النيجر بات يثير المخاوف بشأن الملف النووي الإيراني أيضا، مخاوف عززتها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي محمد الأمين زين إلى طهران في 25 من أبريل الماضي. حينها أعلن الرئيس الإيراني استعداد بلاده لتبادل التجارب في كافة المجالات كالطاقة والصناعة والتعدين. وعلى الرغم من أنها احتفظت على علاقة هادئة مع النيجر، إلا أن أمريكا ظلت تنظر بعين الريبة إلى ما يحدث في بلد يسبح على بحر من الثروات الطبيعية على رأسها اليورانيوم. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع، معنا من واشنطن الباحث السياسي والخبير في الشؤون الدولية كالفين دارك. أهلا وسهلا بك سيد كالفين معنا في التاسعة عشرة. يعني برأيك، هل يعني طهران اليوم عينها فقط على صفقة يورانيوم سرية مع نيامي، أم تتعدى ذلك لتعوض الاستثمارات الغربية الأمريكية الأوروبية؟ أعتقد بأن إيران تحاول كل ما بوسعها من أجل الالتفاف حول العقوبات، وكل ما تستطيع فعله للتعويض عما خسرته بسبب الخسائر فسوف تفعله. كما أعتقد بأن إيران تستغل حقيقة أو وجود الانقلاب في النيجر، ومن الأسهل التلاعب بمجموعة من القادة العسكريين من الديمقراطية، لذلك الحاجة لالتفاف العقوبات، وكذلك التلاعب بدولة ليست ديمقراطية حاليا هو السبب الذي زاد من تواجد إيران هناك. طيب سيد كالفين، يعني كيف ستتعامل واشنطن مع هذه الخطوات، خاصة وأنه أمامها مهلة وأمام أيضا القوات الأوروبية في النيجر مهلة للخروج من القواعد العسكرية المتواجدة هناك؟ هل ستتسلم للأمر بكل هذه السهولة وتترك مكانها لروسيا وإيران؟ أعتقد بأن الولايات المتحدة والوضع الأمريكي يختلف تماما عن فرنسا، لأن فرنسا لديها تاريخ استعماري معقد في النيجر، ولكن أمريكا ستستغل كل نفوذها لدفع نيجر لتغيير موقفها من الاتفاق. ولكن في الختام أنا متأكد من أن أمريكا أوضحت من أن النيجر أمامها خيارات وعليها أن تتخذ القرار فيما يخص علاقاتها حول العالم، وقد يكون ذلك مع روسيا أو إيران. ولكن علينا أن نتذكر أن أمريكا أيضا لديها الخيارات، وعليهم أن يتعرفوا أي شراكة ستنفع نيجر مع إيران أو روسيا أو أمريكا تصب مصلحة نيجر على المدى البعيد. لديها العديد من الخيارات، من بينها ما الذي ستقوم به برأيك؟ I
أعتقد بأن أمريكا ستستغل نفوذها، ولكن في الختام نحن نحترم بأن النيجر دولة مستقلة. أنا أأمل أن تستمر النيجر بشراكتها مع الولايات المتحدة، لأنني أتفق لمن يقول أن هنالك مشاكل في الماضي فيما يخص الاستقلال، وعلى أمريكا التعامل بشكل مختلف مع النيجر ودول المنطقة المختلفة، لذلك يتمكنوا معا من محاربة الإرهاب على سبيل المثال. ولكنني أؤمن بأن أي شراكة خاصة مع إيران هي تصب في مصلحة إيران ولكن لا تصب في مصلحة شعب النيجر، وقد يكون ذلك عواقب سلبية طويلة الأمد على شعب النيجر والذين ليس لديهم أي قول في هذا القرار، لأن قادة الانقلاب هم أصحاب القرار. طيب، يعني عندما نعود لهذه الصفقة، صفقة اليورانيوم من النيجر لإيران، برأيك هل سيلتف كل من النيجر وإيران على العقوبات الغربية لتمرير هذه الصفقة، وما مصير الشركة الفرنسية التي تتولى مهام تخصيب اليورانيوم؟ أولا وفيما يخص إيران، أعتقد بأنهم ويفعلون في الحقيقة كل ما بوسعهم للاتفاق حول العقوبات، ولكن عندما نتحدث عن النيجر فالقرار الذي يجب أن يتخذه قادة الانقلاب هو تهميش فرنسا، من ضمنها الشركات الفرنسية المستثمرة في النيجر وأمريكا أيضا. وهل هذا يستحق العلاقة مع إيران في المستقبل عندما يكون بحاجة إلى دعم أمني؟ هل هذه شراكة مع إيران ستضمن ذلك؟ أم هل سيكون لديهم فرصة أفضل للازدهار مع أمريكا أو فرنسا؟ وأعتقد بأن هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن يجيب عنه القادة في النيجر، وأتمنى أن يفعلوا ما يصب في مصلحة شعبهم. طيب سيد كالفين، يعني النيجر و دول من الساحل مروا بتجارب يعني التبعية الغربية، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى لفرنسا، وحضرتك قلت بأنه التبعية الأوروبية تختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي اليوم يعني هذه الدول، ونتحدث اليوم عن النيجر، إذا ما قارنا مخاطر التبعية الإفريقية بين تبعيتها للولايات المتحدة وأوروبا وبين تبعيتها لروسيا وإيران، يعني ما الخيار الذي يمكن أن تستند إليه أو تتوجه إليه النيجر لا يوقعها في الأخطاء التي حدثت لها عندما كانت تابعة لأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ أنت محقة، إذا ما استمرت النيجر وعادت إطلاق علاقاتها مع فرنسا والولايات المتحدة، فيجب أن نتعلم من أخطاء الماضي والمطالبة بأن تكون هذه الشراكات بشكل مختلف وأن تكون منصفة. ولكن أيضا يجب أن يتذكروا من أن إيران وروسيا لا تقاربهم لأنهم يرغبون بأعمال خيرية أو لأنهم يهتمون بشعب النيجر أو الديمقراطية، هم يتقربون منهم بسبب مصالح إيران، وعليهم أن يتذكروا من أنه كانت هنالك مشاكل مع الاستعمار في الماضي والتي أثرت بشكل سلبي على بلادهم، ولكن كيف ستكون هذه الآثار مع إيران؟ فعليهم أن يتذكروا أنه فقط لأن العلاقة جيدة فهذا لا يعني أنها ستكون أفضل من علاقاتهم في الماضي. طيب، يعني إن مررت صفقات مماثلة بين إيران والنيجر، برأيك ما الذي ستستفيده نيامي من ذلك؟ وحضرتك أشرت إلى مخاطر وتبعات ذلك على الشعب النيجيري، ولكن ماذا، هل هناك مخاطر ربما قد تصل إلى دول الساحل كافة عندما نتحدث عن يعني دخول الجانب الإيراني بهذا الشكل، وما هي؟ The problem is
المشكلة هي أننا لن نعرف أبدا، لأنه في الديمقراطيات هنالك شفافية، وكل ما نعرفه أن قادة الانقلاب العسكري سوف يستفيدون ماليا، ولكن إلى أن تكون هنالك حكومة ديمقراطية فلن نعرف، وشعب النيجر ليس بيده القرار. أما فيما يخص دول المنطقة فهذا مثال سيء جدا، أقصد العلاقات مع إيران والتي تصب فقط في مصلحة إيران، وهذا لا يعني بأن علاقات الماضي مع فرنسا أو أمريكا كانت على ما يجب أن تكون عليه، ولكنني أؤمن بأن العلاقات الجديدة مع أمريكا وقواعد جديدة فيه مستقبل أفضل بكثير للنيجر ودول المنطقة، والتي تضع كل أملها وثقتها وماردها بين أيدي إيران. طيب كيف ستقتنع نيامي بهذه الرؤية بأن مصلحتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس مع روسيا ومع إيران، وهي الآن يعني تجنح نحوهما؟ أعتقد أنهم ما عليهم سوى أن ينظروا لما يحصل الآن، ما يحصل في العالم. الدول التي تعتمد فقط على إيران وروسيا كيف حالها؟ هل هي تزدهر؟ وهل لديها علاقات مع الغرب ومع أمريكا وأوروبا؟ وشعب النيجر هل يريدون مستقبلا فقط مع إيران أو روسيا؟ هذا واضح وجلي للجميع. وأعتقد بأن القادة العسكريين إذا ما نظر الأمر من هذه الزاوية وليس فقط مصالحهم المالية الشخصية، فسوف يتخذون أفضل قرار الذي يصب في مصلحة شعبهم. أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من واشنطن الباحث السياسي والخبير في الشؤون الدولية كالفين دارك. مشاهدينا بهذا نصل وإياكم إلى ختام 19 لليوم. تابعوا قناة الحدث عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها. يلقاكم الزميل بصير شتية على رأس الساعة. إلى اللقاء. نزلوا عن برحمن شرط وحكمنا انه نتوجه لغرب غزه. هي ثالث مره نرحل من منطقه لمنطقه، مش عارف احنا ايش بدهم منا، لوين توصل الامور فينا مش عارفين. يا